الآن لكل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ينزل في هذا الشهر المبارك شهر رمضان ليكون الصيام موحدا لصفوف الأمة، وليكون القرآن الذي أنزل موحدا ومخرجا للأمة من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يهدي إلى أقوم السبل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجا بالقرآن أن يكون أكثر الأمم تابعا، ألم يكن المسلمون أكثر من خمس سكان العالم؟ ما بالهم ضعفوا؟ ما بال بعض مواقعهم وأوطانهم يستعمرها الكفرة والصهيونية ويستلبون أحد مقدساتها؟ ما بالهم يقع فيما؟ لأن الناس لم يقوموا بما دعاهم إليه القرآن الكريم، ورجى أن يكون أكثرهم تابعا بسبب القرآن، وقد أصبحوا أعدادا كبيرة، ولكن حذرهم أن يكونوا غثاء كغثاء السيل يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تكرهون الموت والجهاد والشهادة في سبيل الله، وتتشبثون بالدنيا وبمحبتها. لكن القرآن ما زال ينادي المسلمين: واعتصموا بحبل الله جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل هذه النداءات وغير هذه النداءات في القرآن يدعونا أن نكون على قلب رجل واحد.